السلام عليكم. وعليكم السلام. الحين سؤال لك ولا لي؟ من وين انت؟ من وين؟ من الكويت. من الكويت. سني. نعم. طيب يا هلا بك. اهلا وسهلا. كيف تشرح؟ لا انا اسالك وبعدين انت تسالني. جيد. تمام تمام. طيب تعرف حديث عكرمة؟ اي واحد؟ ان رجلا نزل بعائشة قصدك؟ لا 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 لا، ابو هدبة الثوب. لا لا ما عرفته. ما عرفت. ممكن. طيب دش على جوجل. دشيت. اكتب. اي. ان رفاعة طلق امرأته. طلق امرأته. انطي بحث. ان شاء الله. عفوا بس الانترنت بطيء، فهذا مو مشكلة. مو مشكلة على راحتك. ان رفاعة طلق امرأته. نعم تمام. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. ان رفاعة ايوه كاهو في صحيح البخاري. نعم. أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، ليست هذه الرواية. ليست هنالك رواية. حدثنا محمد بن بشير اللي هي بدايتها أن رفاعة طلق امرأته، بدايتها أيوة. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. أحسنت، كمل. نعم. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة أم المؤمنين: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان لها من غيرها. قالت: والله ما لي إليه من ذنب، إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها. فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم. جيد. ولكنها ناشز تريد رفاعة. تريد رفاعته. حلو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك كان ذلك عفوا طاح الهر فإن كان كان ذلك لن تحلي له. ليش تضحك؟ دقيقة دقيقة، ليش تضحك؟ والله كلامك. كلام إيش؟ أنا ساكت. لا والله سمعتك تقول شغلة. صح، سلم صلاتك يا يعني ما في شيء صحيح. أنا متعود أقولها صلى الله عليه وسلم يعني. هي نفس الشيء، حتى لو قلتها أقول لك صح سلم، نفس الشيء بدون آل صح سلم. وين ما تريد تروح يا صح سلم. كمل كمل، هي حلوة صح سلم والله جميلة. تمام تمام. أولم تصلحي له حتى يذوق من شنو؟ من عسيلتك وتذوقي من عسيلتك. قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه من الغراب بالغراب. جير. طيب طيب، الآن أنت فهمت الرواية؟ لا. هذه امرأة جاءت إلى نبيكم وقالت له أنه زوجي يكسل عن الجماع وإن آلته صغيرة، وأخذت هدبة من ثوبها. إذا تقدر تنزل على الشرح على كلمة هدبة من الثوب. موقع الدرر السنية عفوا. هو صح؟ انزل انزل بالشرح انزل. أي هدبة من أيوة. اقرأها، ما معناها؟ شنو كاتبين؟
من المجامعة كهذا الطرف من الثوب الرخو هدبة الثوب، وأمسك طرفا من ثوبها. فقال ما فهمت شنو. أي يعني هي تقصد أن زوجها ما يجامع ويكسل عن الجماع، وإنما معه مثل هدبة الثوب على صغر الشيء. جيد. أي طيب تمام. هو كمل الشرح أنت. والله إني لأنفضها نفض الأديم. أي والله دقيقة علقها. والله فوالله وينها فوالله أي سطر؟ جنبها هدبة الثوب بعدها تجي مباشرة. أي وأمسكت طرفا من ثوبها. أي وأمسك طرفا من ثوبها. أي طيب وقال أي كمل. فقال زوجها عبد الرحمن رضي الله عنه أي صحابي مدافع عن نفسه أي كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم. كمل. أي كنفض الأديم، والأديم يطلق على الجلد. جيد. والتشبيه هنا هو كناية عن كمال قوة الجماع. حلو. ولكنها ناشز من النشوز وهو امتناع المرأة من زوجها. خلاص. فهي تقول هو ما يقدر وهو يقول أنا أقدر. جيد. الحين شنو الإشكال؟ الآن جايك. فهذه الحادثة حصلت في زمن نبيك. جيد. جيد. مرت سنين وراحت سنين. جاء رجل غريب إلى عائشة اسمه عكرمة. نعم. وقالت له هلما إلي أروي لك رواية الهدبة الصغيرة. أي هل ترى هذا طبيعي؟ هو مو الله أمر زوجات النبي إنهن نسيت الآية في سورة الأحزاب. يبلغن الرسل. نعم النبيات المرسلات. نعم. أن يبلغنا بالكتاب والحكمة وما أوتينا من الوحي. نعم فهذا واجبها. فأين الإشكال في ذلك؟ واجبها. طيب هي مأمورة أن لا تخضع بالقول. نعم بس هي ما خضعت. أنت تقبل على أختك نقعد يمها تتكلم وياي عن الآلة الكبيرة والصغيرة؟ بس هي نقلت حديث ما تكلمت. تقبل أختك الكريمة تجلس مع رجال تنقل لهم قصص عن الآلة الكبيرة والصغيرة؟ لا أكيد. ليش؟ لأن مو من واجبها أنها تنقل لهم. لا لهم للناس يعني. لا نتكلم عن الخضوع بالقول إحنا. لا الخضوع بالقول إن هي تلين مثلا صوتها وكذا يعني. لا الخضوع بالقول ما يكره من قول المرأة للرجل. هل أنت تكره هذا الكلام من المرأة لرجل؟ إذا كانت تروي حديث عن النبي فما في إشكال. طيب جيد. تقبل واحد يجلس يم أختك تشرح له هذا الحديث؟ شنو؟ تقبل واحد يجلس عند أختك تشرح له هذا الحديث؟ لا. واي؟ لأن مو واجبها يعني مو من التعلم. عيب يعني. عيب. أها عيب يعني خضوع بالقول. لا 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 بالنسبة لأم المؤمنين لا ليس عيب. عائشة غير. ها بالنسبة لعائشة ليس عيب، بالنسبة لأختك عيب صح؟ إيه لأن أختي غير مأمورة بذلك. لكن أما جيد. أما أم المؤمنين فهي مأمورة بنص القرآن الكريم. مشكلة. لنتفق أنها مأمورة، لكن بنفس الوقت اندقت بها الدقة الناقصة وقيل لها ألا تخضع بالقول. فكيف نعرف أنها خضعت بالقول أم لم تخضع؟ حينما نطبق الحديث على نسائكم. فأنت تقول عيب معناها عائشة ارتكبت حرام، سوت عيب. لا عيب بالنسبة لنا كعوام، أما بالنسبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعنة الله عليها فغير صحيح. طيب جيد غير صحيح. فلماذا ربك قال لها ألا تخضع بالقول إذا كانت هي مبلغة ونبية مرسلة من بعد هي نقلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ألزمت ألا تخضع بالقول إذا كانت هي مبلغة؟ والله أسألك أوضح لك. يعني ربك من عرف نبيك عاطل وراح يسحبه عنده وراح يتركين النبية مرسلة تنزع ملابسها وتفتح رجليها وتروي أحاديث وكلام وفحش ورجال مجنبين
وأنواع وأشكال مو مشكلة. ليش قيدها؟ قال لها مثلا لا تخضعين بالقول، غير المفروض يترك لها نطاق مفتوح. يعني مثلا يقول يا نساء يا نساء المؤمنين لا فلا تخضعن بالقول، ويا عائشة اخضعي والعبي وإن لك في الجنة ألعاب كثيرة مثلا. حتى احنا نقول ممكن كانت مجبورة مثلا، سحب سلاح شنو مجبورة تقية ممكن، يعني عكرمة مهددها؟ لا ما أدري والله، ما أدري والله. أنت لو تقبل على أختك الكريمة وتقبل على عائشة، لو ما تقبل على عائشة وما تقبل على أختك، لأن الاثنين بس اسمعني، لأن الاثنين مأمورات ألا يخضعن بالقول الاثنين. ممكن في يمكن الحديث في 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 زيادة مثلاً، لا ما لكنها لا 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 ما ذكرت لا لا مثلاً. لا 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 ما في أي زيادة، انتبه من النساخ. لا 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 ما في. شنو الزيادة يعني؟ ممكن في عائشة كانت تروي، هاي الكتب الصحيحين كلها روايات جنسية عن عائشة. أنت شو خب أنت تعرف؟ والله شوف أنا مو فاهم الأمر، مو داش عقلي، فممكن تسأل مثلا. أنا ما أسأل، أنا ما أسأل، أنت روح أسأل. أنا ما أسأل، أنا فاتح باب مناظرة ما حد يجي يخاف، فأنت روح أسأل، أسأل واتصل بي جيد؟